ومن سمايه متكرر والله ناسك عبريني.
حقيقة الواحد يعني سعيد جدا بهذه المناسبة التي تقيمها سفارة دولة إريتريا بالسودان بأعياد الميلاد سيدنا عيسى عليه السلام وأيضا رأس السنة الجديدة الميلادية. وعبر هذه الاحتفائية نزف التهاني والتبريكات للشعب الإريتري حكومة وشعبا بهذه الأعياد وبهذه المناسبة، وأيضا نزف تهاني وتبريكات أهل السودان عامة، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح والتطور والنماء والازدهار إن شاء الله في العام القادم. وجد حقيقة هذه المناسبة يعني يمكن خلقت تلاهم بين الشعب السوداني، ومن خلال هذه الاحتفائية وهذا الحضور الشعبي والرسمي، وده حقيقة بفضل يمكن قيادة البلدين. وأيضا تتناء عن هذه المناسبة تتزامن مع أعياد الاستقلال المجيد للسودان، وهذه الأمسية إن شاء الله السودان يحتفل بها، ومن خلاله أيضا نهني الشعب السوداني بأعياد الاستقلال المجيد. I'm not afraid to die.
Thank you.
حاجة يعني أنا والله سعيد جدا يعني باسم كل المثقفين السودانيين، الفنانين، الشعراء، الرسامين، باسم كل التراث الثقافي السوداني كله، أن نهيئ يعني ونهني تهنئة خاصة جدا للسيد الرئيس ساس فورغي رئيس جمهورية أريتريا، ونهني حقيقة من خلاله كل الشعب الأريتري الشقيق الصديق، الشعب المبدع، الشعب المقاوم حقيقة الذي استطاع أن يضع نفسه في خارطة العالم، واستطاع كذلك هذا الشعب أن يظهر للعالم كله أنه هو شعب عميق الثقافة وعميق التراث. وأنا حقيقة زرت أريتريا، كنت ممثل لاتحاد الشباب السوداني في مؤتمر وزراء الشباب أو مؤتمر الاتحاد الشباب الأفريقي، وأول لي زيارة كنت وقتها من الشباب يعني قبل ما أبقى وزير، وقدرت حقيقة أجيف من قرب على الشعب الأريتري والجميلة أسمرة بهذا الجمال الكبير، وتحيات لنا فرصة برضو نمشي عدد من الأغاليم في أريتريا، وقفنا على العراقة، علاقة الشعب الأريتري، لذلك يعني ما غريب أصلا أن الشعب الأريتري يحتفل بميلاد سيدنا المسيح، لأنه سيدنا المسيح هو رسول للسلام وهو رسول للمحبة. الشعب الأريتري شعب محب للآخر وشعب محب للسلام والاستقرار. وثانيها برضو يعني نبارك لهم العام الجديد. وحقيقة السودان وأريتريا يرتبط بعدد من المشتركات، واحدة في هذه المشتركات أننا نحن شعب السودان والشعب الأريتري نحن شعب عنيد على المستعمر، ونحن شعب يعني عزيز، وشعب يرفض تماما أنه تفرض عليه الوصايا مهما كان الثمن، يعني ممكن ندفع أي ثمن في سبيل حريتنا وسبيل استقرارنا، لذلك نحن مقدرين الثمن الكبير جدا دفعه الشعب الأريتري والثمن. انت زيتها مرر اخر سفر رجل
سنة تسا خرجن سنة إيمان إسري سقر دخر أخلوك كيرو أمر إيسين إجابرا نين أقلم بره دولو كعراسين أو خارسة فوق تدو خارسن أنت مولاك قورسة خون ما نكر سرقولان شعب واحد في دولتين، الشعب السوداني والشعب الاريتري. العواصر الثقافيه بيناتنا عواصر عميقه، وبيناتنا برضو مشتركات مجتمعيه. عندنا يعني حدود مشتركه فيها مجموعات سكانيه منسجمه بشكل كبير في قيمها الثقافيه. لذلك يعني لما يكون الامر بين اريتريا وبين السودان، ما بنتكلم عن جسور للتواصل الثقافي بقدر ما نتكلم عننا كيف نجعل من العلاقه دي فرصه لقيادتنا في البلدين، السيد المشير عمر حسن احمد البشير رئيس جمهوريه السودان والسيد الرئيس سياسه فورقي. بأعياد الميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، وايضا راس السنه الجديده الميلاديه،
وعبر هذه الاحتفائية نزف التهاني والتبريكات للشعب الإريتري حكومة وشعبا بهذه الآيات وبهذه المناسبة، وأيضا نزف التهاني والتبريكات أهل السودان عامة، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح والتطور والنماء والازدهار إن شاء الله في العام القادم. وجد حقيقة هذه المناسبة يعني يمكن خلق التلاهم بين الشعب السوداني ومن خلال هذه الاحتفائية وهذا الاحتفال. والمحبة غدر، الزمن قاسي والمحبة غدر.
دنيا وقاسية يا دنيا. Yeah.
حراي مدبنا نمعصاو نزوم مساقم زوعلو سالتن موزيك انياتاتن كلاليكم بيماني زلو سالاي اين عالم بينه ابزي ابتعتي زلو سالاي سلومون ابرها بيماني وغن ابلع علي زلو حامد محمد بتسقاما يبلع علي زلو دما دجن والدقابر يبهالو نزي مدبزي ከቀናብር ዙዓለ ኤዲተር ከአ ኤድዋርዶ አርአያ ይባል ቴክኒክ ከሰተ ብርሃነ ጋዜጠኛታ ተስፋለት መብራቱን ዮሴፍ ድሪስን አዋሃድ መደብ ዘርኢት ወልደ ኢየሱስ እዘ ሙዚቀኛ ሀድማ ኸላሌኩም ሳክስ ሒዙ ዙዓለ ዳንኤል ስብሃቱ ኪቦርድ ሒዝልና ዙዓለ ኢሳያስ ጎንጨ ወድ ጎንጨ ሊድ ጊታር ሒዛትልና ዝወዓለት ሄዋን ገብሪህይወት
ጊታር ሂዝናዙ አለ ድማ ይካሎ ረዘኔም ንሁላቶም ብሽምኩም የመስግኖም ራይ መደምናብ ዝፈጽምና ለና ሩህስ ሐድሽ ዓመትን በዓልደትን ንሁልና هكذا سادتي نصل إياكم إلى ختام هذه المناسبة العزيزة وكل عام وأنتم بخير